اهلا وسهلا فيكم من جديد لكل المشاهدين نبدا اولى محطاتنا بعاني بعض الاشخاص في فصل الشتاء من ظاهره التثليج او تورم الاصابع او كما يسميه البعض مرض البرد للحديث اكثر عن هذا الموضوع بس يكون معنا دكتور من داخل الاستوديو دكتور صلاح صافي اخصائي الامراض الجلديه صباح الخير صباح النور كيف اصبحت؟ الحمد لله نحكي عن هذا المرض في الوقت المناسب نتوقع يعني نعم صحيح؟ نعم نعم بداية يعني ما هي يعني ايش ايش بس نحكي شو كيف بنعرف التثليج من ناحية طبية؟ نعم يعني التثليج حقيقة هي ظاهرة وتحصل في فصل الشتاء بشكل عام قلة من الناس ممكن يعانوا من ظاهرة التثليج على مدار العام آآ بكل اسف ان النساء عندهم استعداد لهذا المرض اكثر, أكثر, أكثر من الرجال فنسبه حدوثه في النساء اكثر من الرجال هذا المرض حقيقه دائما نحن بنقرع جرسه في بدايه الشتاء دائما بنوه للمرضى المصابين بظاهره التثليج او ما يعرف بظاهره رينو احيانا انه يا مرضى التثليج انتبهوا انه على ابواب المطر وابواب البرد فيجب أن تأخذ الحيطة والحذر والاحتياط في هذا الموسم بالذات يعني عادة بكل شتاء ممكن هذه الفئة المعينة تصاب بالتثليج في كل عام تصاب في مرة أخرى؟ نعم هو مرض ناكس ومتكرر آه يبدأ عادة هو في سن البلوغ وقد ينتهي بعد فترة يعني هو مع الزواج والخل يعني, يعني ممكن يقعد سنوات يعني عدة سنوات ما من فيش من حالات اللي ممكن تصيبها مرة واحدة فقط؟ ممكن آه ممكن, ممكن. بس عادة الحالات متكررة يعني احنا نتذكر أصدقائنا مثلاً وإحنا بالمدرسة إنه واحد واثنين وثلاثة من الصف كان عندهم لما كبرنا وشفنا بطلت الظاهرة يعني هذا قبل ما نصبح أطباء إنه لاحظنا إنه الظاهرة هاي بتصيب سن محدد في وقت محدد في وقت البلوغ أوه. وقد تتلاشى أحياناً بعد إنه ما يكبر الشخص لفترة إيش سببها يعني إيش الشخصيات اللى مصابة فيها أو الفئات اللى بتكرر معها بيكون عندهم قابلية أكثر من غيرهم لماذا هو هو بالتأكيد السبب هو خلل في الأوعية الدموية أوه. ما هو السبب اللي خلى هذا الخلل في الأوعية الدموية يحصل سين ويحصل انصاد تحت علامة السؤال أوه. هناك مجموعة نظريات يعني إنه مثلًا عامل العائلة نستطيع أن أنه مجموعة من العوائل عندها استعداد وقابلية لهذه الظاهرة أكثر من غيرها عشان هيك ممكن نشوف اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة من أفراد الأسرة أحيانا بيعانون ما يحصل عبارة عن نتيجة الإصابة بالبرد انقباض في الأوعية الدموية هذا الانقباض في الأوعية الدموية يؤدي إلى قلة في تروية الدموية للمنطقة البعيده اللي هي منطقه الاطراف، منطقه البعيده من الاذنين، تب اوف ذا نوز يعني راس المنخار واحيانا اطراف أصبر. القدمين احيانا اللي بنصاب هل كلهم بنفس الأمور. الوقت او ممكن يكون تدريجيا او ممكن منطق مناطق على مناطق يعني يعني ليس بالضروره كل مريض انه ينصاب كل المناطق، مرات واحد بس كفات ايديه، مرات مم. كفات اجريه، مرات الجهتين مع بعض لما تكون الحالة شديدة ممكن كل المناطق أحيانا تنصاب هناك عوامل أخرى تؤدي في زيادة هذه الأمور مثل التدخين نيكوتين عملية التدخين قد يكون سبب في هذا الأمور هناك بعض الأمراض مثل التصلب ما بيسموه هناك بعض الأدوية اللي ممكن مثل حبوب منع الحمل وهرمون الاستروجين هو بتقصد هاي الاشياء بتزيده او هاي الاشياء بتسببه لا هو السبب يجب يكون في استعداد قائم هاي الأسباب بسموها عوامل مرسبة يعني إذا كانت الحالة قائمة بزيد منها وقد تكون هي عودة ثقاب من يشعل أو من يؤدي إلى إصابة بهاي الظاهرة ولو بنسبة قد تكون يعني بسيطة يعني هاي الأمور قد تكون سبب محدود إلى يعني أحياناً ولكن اذا كانت الحاله موجوده فالحاله تزداد هل التثليج بيظهر على درجات بمعنى انه ممكن يكون اذا اهملنا ممكن يتفاقم او بدخل في اكثر من مرحله عمليه آه طبعا التثليج هو بمر في مراحل متعدده آه عاده احنا بنقول ان التثليج نوبات يعني مثلا نوبه لعشر دقائق قد تكلف المريض شهر من المعاناه عشان هيك التهتيل انه يهتل لفتره مريض الرينو او مريض التثليج مش 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 مسموح <applause> يعني عليه انه يبدا من شهر 10 لشهر خمسة وهو ماخذ الحيطه والاحتياط ربع ساعه احيانا وعضه برد واحده قد تكلفه انه انه تبقى اصابعه متورمه ونافع طبعا بمر في مراحل المرحله الاولى هي اول ما يحصل بيكون نوع من التفتيح بفتح الاصبع بيصير ابيض على صفار المرحله الثانيه قد تنتقل إلى الإزرقاق وفي هاي المرحلة بشعر المريض بنوع من في في إيديه بنوع من الألم مم. والوجع والمرحلة الثالثة اللي هي الورم الشديد والحمرة مع يعني حصول نخزات بحس المريض كأنه في تدبير وفي ضربات في داخل إصبعه مم. في بعض الحالات الشديدة قد تؤدي إلى تسطيح الجروح وهي الجروح وكدمات وأحيانا تقرحات في الأنسجة يصعب التئامها لأنه حقيقة التروية الدموية ضعيفة فإذا حصل التقرح أو الجروح بصير من الصعوبة في مكان إنها هاي تلتئم الجروح بفترة وجيزة هل ممكن تكون هاي معدية للأشخاص أنت كنت عم تحكي أنه إحنا مدركين أنه هو شيء داخلي ولكن هل ممكن يمكن لا طبعا على الإطلاق هو مرض خلل مناعي خلل مرتبط ما الدموية على وليس ورد مرض وبائي على الاطلاق فليس له علاقه بالعدوى على طيب الإطلاق. ممكن نحكي عن جانب الوقايه يعني كيف الناس ممكن تقي من هذا الشيء او هو خلص يعني الاشخاص اللي بيصيبهم سنويا هم بفتره ما معرضين انهم يصابوا فيه ولكن كيف ممكن تكون هم معرضين من... ولكن بتعليمات والتنبيهات والحذر بيخففوا تحكينا تحكي شوي عن هاي الجزئيه دائما احنا بنقول اولا اللي اللي انه استعمال التدفئه المناسبه <applause> يعني بشكل عام انه الاطفال اللي بروحوا على المدرسه او الصبايا انه يلبسوا كفوف مبطنه وكويسه منيحه يلبسوا بدل جوز جربات اثنين او ثلاث بدل البوت العادي اللي بدخلوا الميه يبوت مبطن ويكون مدفى بشكل جيد اثنين ممارسه تمارين الرياضه بشكل عام انه يلعبوا وتحريك الدوره الدمويه كل انواع الرياضه مفيده ولكن هناك بعض النشاطات والرياضه الخاصه التي تؤدي الى تحريك الدوره الدمويه في المكان المراد مثل لعب بعض الالعاب الاطفال ممكن يظلوا يحركوا في ايديهم او احنا صغار دائما احنا ايديك يعني بالضبط اه, آه, آه والإجرين نفس الشيء ممكن مم المساعده بـ بـ مع شخص اخر انه يظل في تحريك لاصابع الايدين وكفه القدمين. آه ثلاث آه انه يعني العلاجات الفيزيائيه مثل وضع القدمين آه بماء دافئ وتدليكهم مهم جدا <applause> اربعه من الملاحظات المهمه انه بنقول للناس الابتعاد عن التغيرات الحاده في درجات الحراره انه مثلا الطفل ما يغسل بمي بارده ويجي على الصوبه او ما يغسل بمي سخنه ويطلع مباشره بدون كفوف على منطقه بارده هاي التغيرات قد تكون سبب بالاضافه الى يعني دائما بنقول الاقلاع عن التدخين البعد عن المسبب اذا كان في هناك بعض السيدات المباشرة. وإحنا كنا السيدات اكثر عرضه، التنبه اذا بتاخذ حبوب منع حمل او بعض الهرمونات مثل <applause> هرمون الاستروجين، البعد عنه، فهي بشكل عام الشغلات المهمه اللي احنا بنحب دائما نقول للشخص وبنقول له ما تتركها ولو لساعه. يعني الكف لازم يكون دائما موجود على باب بيتك اول ما بدك بدك تطلع بدك خاصة الاشخاص المعرضين اكثر من, من غيرها. نعم نعم بهذه الطريقة احنا بنحكي عن وقاية ممكن الشخص يتبعها في في منزله او كيف يتعامل اذا كنا في المرحلة الأولى، ولكن هل في مراحل متقدمة ممكن يكون فعلا في لها علاج بشكل دائم؟ طبعا طبعا في كثير من المرضى، كثير من المرضى بيجوا يطلبوا المساعدة وال فبالتالي من خلال واحيانا ممكن, ممكن يصاحبه بألم يعني اللي يعني اللي ظاهرة التثليج في المرحلة الثالثة بيكون في الم في المرحله الرابعه مضاعفات اكثر من الالم مم. فالناس بيجوا يعني اصابع اجريهم بتوجعوا يعني واصابع ايديهم هنا بحب التنويه انه لما تبدا الظاهره لما تبدا الظاهره ويب... يبلش المريض انه بده يطبق النصائح بشوف في صعوبه لانه لما بده يدف ايديه بايديه بيولعوا يعني بيصير في نوع من الحراره والسخون لدرجه انه ما بيقدر يتحمل وفي وبرمي يعملوا. يعني احنا بنقول بدهم يتحملوا الفترة آه الأولى آه لأنه احنا عشان هيك احنا بنقول الوقاية أحسن من العلاج يعني أنه يبدأ الإنسان قبل ما يبدأ بتكون أسهل آه بس إذا بلشت الحالة بده يكون طبعاً احنا في مثل هيك أمور بنعطي أدوية حقيقة والأدوية تقسم إلى نوعين آه النوع الأول اللي هي على شكل كريمات ومراهم والنوع الثاني ممكن يكون على شكل حبوب الحبوب هي في, في 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 مجملها هي أدوية موسعة للشرايين آه مثل مادة النفدبين أحيانا بنعطي يعني بنعطيها على شكل حبوب وجرعات معينة وهذا الدواء يعني هو من أدوية الضغط المعروف عالميا يعني <applause> العلاجات آه الأخرى الكريمات اللي إحنا على الأغلب 90% من الناس بنبدأ فيهم على شكل اعطاءات كريمات هناك ثلاث جروبات رئيسيه من الادويه اللي تعطى اولا الادويه موسعه الشرايين اللي هي موجوده على شكل مراهم وكريمات اثنين الكريمات اللي تعرف بالانتي مثلاً المضاده للالتهابات واللي هي بتكون على شكل نوعين اما شكل ستيرويدي او غير ستيرويدي استيرويد يعني تحتوي على بعض مركبات الكورتيكوستيرويد اللي هو المعروف بالكورتيزون وبعضها النون مثل الكريمات اللي بنعطيها الفولترين والايبوبروفين واللي هي ادويه مضاده للالتهاب. <applause> آه فيعني هناك بعض الكريمات اللي ممكن العشبيه ايضا هناك بعض الكريمات العشبيه التي تؤدي الى تدفق الدم في في هذه المنطقه اه ممكن اعطائها للمريض والمريض طبعا بحاجه لتطبيقها اكثر من مره باليوم يعني اذا الناس اللي يعني كل سنه بيعانوا هذا الموضوع اذا كانوا ما راجعوا الطبيب فهذا شيء مهم لانه من الواضح وسمعنا انه كمان في جانب علاجي باستخدام الادويه ايضا الاشخاص اللي بتعرضوا يمكن لاول مره مهم اخذ الحيطه كمان باساليب الوقايه اللي انت ذكرتها دكتور شكرا لك على هالمعلومات نتوقع انه هذا الموضوع مهم في هذا الوقت بالتحديد جميعنا عرضه ولكن اكيد في فئه هي اكثر متعوده كل سنه تصاب بهذا النوع من المرض او العرض. هو دكتور بنقول له يعني هي ظاهره هي مرضيه ظاهرة اكثر, أكثر من مرضيه، هناك مرض المرض بيكون جزء من مجموعه، يعني ما حكينا عن المرض لان المرض بي بيواجه فئه محدده او اصعب من اللي حكينا بس في المجموع الناس هم بيعانوا من الظاهره المرضيه وليس من مرض رينو، مرض رينو اصعب من هيك شكرا لك، جزيل الشكر بتمنى لك اكيد نهار سعيد وان شاء الله تكون الفائده عمت على مشاهدينا، ننتقل الى فاصل ونستكمل فقراتنا المنوعه، ابقوا معنا